سيدي يا رسول الله وأجمل منك لم ترى قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام نلتقي مجددا في عدد آخر من برنامجكم التاريخ عبره عبر الخامسة قناة القرآن الكريم أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم كالعادة تعالوا معي لنرحب بعلمائنا هذه الأمسية المباركة الذين سيقرؤون معنا التاريخ والذين سيستقصون من خلاله العبر لنضع هذه المقاربات بين ما نعيشه اليوم في اطار هذه الدعوه المحمديه محمد عليه الصلاه والسلام مولده ونشاته منذ الطفوله الى شبابه نحاول أن نجيب على جملة من من الأسئلة التي يمكن أن تدور في أذهاننا، تعالوا معي كما قلت سالفاً نرحب بعلمائنا الأجلاء أستاذنا الهادي الحسني أهلاً وسهلاً بك. مرحباً. أهلاً. شكراً على هذه شكراً. تلبية هذه الدعوة. شكراً على الدعوة. الله يخليك. أستاذنا سعيد معول أهلاً وسهلاً بك. بارك كيف الحال الدعوة الحمد لله في ميزان حسناتكم بإذن شكرا. الله إذا كنا تحدثنا في العدد السابق عن مولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وكنتم قد تفضلتم أساتذة الأفاضل وبينتم لنا وللمشاهدين الأفاضل أن هذا المولد في الحقيقة كان مولدا لبداية التاريخ لبداية تاريخ جديد للبشرية ومن ثم اليوم سنحاول أيضا أن نعرج على أهم الحوادث أقول التي تخللت هذا الميلاد العظيم والتي صنعت أيضا وبينت هذا التمكين الإلهي الذي شرف الأمة المحمدية والبشرية جمعاء قبل ذلك إذا سمحتم نذهب إلى تقرير لنذير حمزة يتحدث فيه أو يشير فيه إلى أهم الحوادث التي جاءت بعد ميلاد الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام ثم نعود لنناقش اهم هذه الحوادث عبر هذه الطاوله المباركه تفضلوا معي مشكورين. ولد صلى الله عليه وسلم يتيما فآواه ربه ورباه مولاه عز وجل فاحسن تاديبه هو فأل الخير اينما حل ومصدر الفخر اينما ارتحل. اؤتمن في تعامله وتجارته وعرف برجاحه عقله حين استشاره قومه فاثنى عليه الله تعالى حين قال وانك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق والمتتبع للمرحله المكيه من الدعوه المحمديه يرى انها رساله انسانيه لا تعرف عصبيات القوميه والقرابه فهي رساله عامه الى جميع البشر على مختلف مشاربهم ومستوياتهم فجاء الخطاب الرباني مفتتحا ايات كثيرات بيا ايها الناس امتدت المرحله المكيه ثلاث عشر عاما لم تشهد قتالا فلم يرفعوا سيفا ولم يؤمروا بجهاد او قتال قال تعالى الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وكانت هذه المرحله فرصه ليكتسب فيها المؤمنون جمله من الدروس الخلقيه مشفوعه بشق عملي تطبيقي في اعلى المستويات حتى يكونوا قدوه لمن عاصرهم ولم يسلم بعد فصارت الثله المؤمنه التي تربت على تلك المعاني الاخلاقيه الساميه هي الطليعه التي قادت المؤمنين في المرحله اللاحقه فالدعوة المحمدية غيرت صورة الإنسان بثقافته وطبيعته الجاهلية إلى النقيض. حاربت الخلق الذميم وهدمت الطباع الخبيثة الكريهة لتبني مكانها معاني النبل والشرف. فهو بحق انقلاب في المفاهيم الخلقية من سفول إلى رفعة ومن هوى إلى رقي. مرحلة تميزت بنبل الأخلاق بتوحيد في العقيده مع فقه سنن الابتلاء والتمكين والتغيير والنصر كلها صفات كونت جيلا هاجر مع النبي لتكوين امه اسلاميه فكيف يستخلص جيل اليوم خصائص المرحله المكيه حتى يهجر المعاصي ويكون مجتمعا راقيا رقي الصحابه والتابعين انقلاب إذن في المفاهيم الخلقية مع فقه سنن الابتلاء والتمكين والنصر يقول نذير حمزة زميلنا الذي أعد هذا التقرير ولكن قبلا ما هي الأرضية التي مهدت إلى هذا الانقلاب المفاهيمي العظيم الذي صنع وبدأ تاريخ الإنسانية جمعاء انطلاقا من هذه الرسالة المحمدية العظيمة أعتقد أن السؤال الأول الذي يمكن أن نبدأ به هذه الأمسية أساتذة الأفاضل تعريجا على ما بدأنا به ختمنا به في العدد السابق، كنا قد انتهينا عند استرضاء حليمه السعديه له، بعد استرضاء حليمه السعديه وبعد قصه شق الصدر، ما هي اهم المحطات قبل ان نصل الى هذه المرحله المكيه، ما هي اهم المحطات التي سيكون من الواجب ان نذكرها عند الحديث عن مولد الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام، ثم هذا التمكين الالهي في هذه المرحله المكيه؟ أستاذ الهادي الحسني إذا شئت أم تفضل أستاذ الهادي الحسني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إذا سمحت لي كنت ذكرت في الحصة السابقة كتاب ومن الأمانة العلمية أن أذكر كتاب يرد عليه الكتاب الذي ذكرته هو للشيخ عاشور رحمه الله حول منار الإشراف على نسيت العنوان بالضبط حول يعني قيمه الاشراف ومن ولاهم من ذوي الاطراف وقد رد عليه حيث يعتبر الشرف هو الاساس ولو بدون عمل بينما رد عليه الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي من الديس في نواحي بوسعاده بكتاب اخر والشيخ الديسي ايضا له قيمته وهو عالم جليل مع الاسف ما نعرفوش علماءنا ما نعرفوش نبغاءنا وهذا الشيخ الديسي رغم انه مبتلى بفقدان البصر ولكن بصيرته عظيمه وجليله وله كميه كتب من الكتب كبيره أه، ظهرت حديثا في مجموعة من المجلدات أه، هدم منار الإشراف جميل. يعني الأفكار التي استدل بها الشيخ عاشور رحمه الله والشيخ عاشور دفن إلى جانب عالم آخر كانت بينهما مجادلات فكرية اللي هو الشيخ صالح بن مهنة رحمه الله رغم أن الشيخ صالح توفاه الله في 1911 والشيخ بن والشيخ عاشور الى العشرينيات ومع الله ذلك قدر الله ان يدفنا الى جانب بعضهما بعضا سبحان تقدير العزيز العالم الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي فقد رد قلت على كتاب منار الاشراف للشيخ عاشور بكتاب جليل عليه أدلة وحجج اللي هو هدم منار الإشراف هذا بين قوسين جميل الفائدة على كل نعود إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا يسأل سائل عن سبب استرضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البادية صحيح في هذا العرب كانت العرب المستقر الحضر الذين يعيشون في الحضر وهي ما ظن لكل تجمعات البشرية الكبيرة إلى الأوبئة إلى الاختلاط الأجنبي إلى فكانوا يرسلون أبنائهم إلى البوادي نشدانا لأمرين اثنين اللذان هما فصاحة اللسان وصحه الابدان الله يريدون ان ينشا أبناؤهم على اللغه الراقيه الجميله ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا افصح العرب صحيح. أفصح العرب من نطق بالضاد وصحه الابدان لان قلت الباديه ليست محل او جهه مع الاجانب وقريش مجتمع حضاري ياتيه صحيح الناس من الشام يذهبون ربما ياتينا بأوبئة من اليمن حيث الحضاره من الفرس فهذا سبب الاسترضاع الابناء الحكمه ايضا في البادية في البادية. إذا ما في ذلك من ربط للأواصر حليمة تصبح أم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تلده ولكن أرضعته إخوانه الذين رضعوا معه أصبحوا إخوانا له والنساء منهن يحرمنا عليه لأنهم أخواته من الرضاعة عز وجل من البركه هذا اللي الله. كيفاش يقولوا هذاك المثل اللي قالوا شيه البركه الشيخ المثل الشعبي يعني البركة يعني المقارنة بين بين النعجة والكلبة والكلبة <applause> نعم هذيك تلد بلا عدد بالعشرات ولا يظهرون ولا والأخرى بواحد لا نرى الا ابناء تعمل. مع اننا نذبح كل عامين ما شاء الله من الكباش في الاعياد وفي غير الاعياد والمناسبات الاجتماعية اذا ف هذا الامتزاج الـ الاجتماعي, الاجتماعي والشبكه كما يقول النسيج الاجتماعي والشبكه الاجتماعيه تتم في مثل هذه الاعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم نشا كما ينشا اي طفل في قومه خطر لو لو كان رافقته في كل مراحل حياته ما يسمى بالمعجزة <applause> كما نفهمها نحن لقال قائل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا <applause> أستطيع أن أكون مثل رسول الله أو مثل عائشة أو مثل أبي بكر الصديق هم بشر كالبشر إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ولهذا كان يعني من نستعجل عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا او كلاما يساله الصحابه اهو الراي ام الوحي؟ وهذا هو الفرق الذي يصنع فان كان وحيا قالوا سمعنا واطعنا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمع لا يجادلون في احكام الله مش في راي الدين كما يقول الجهله راي الدين ليس للدين راي الدين له حكم ان الحكم الا لله صحيح وان كان راي قالوا يا رسول الله احنا ثاني عندنا اراء بالادب واحيانا يسيئون الادب مع وسلم وسلم. وهو وهو هو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حلمه ورحمته وسعه وانشراح صدره الم لك صدرك وهو من هو وهو من هو وتجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغاضى يغض الطرف عن فهو نشأ بعد من وقع له ما وقع من شق الصدر حليبه ربما سكنها خوف على الولد أن يصيبه سوء فأعادته إلى أمه وهو في السادسة من عمره ولم ينشب كما يقول العرب لم ينشب أن توفى الله جده قبله ثم أمه بعد سنتين أو أقل أو أزيد لي وهو في رعايه طبعا كان جده حريصا عليه فقد كان يجلسه يجلي 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 في مجالس الكبار اه توسما في نبوغه توسما في ذكائه في فطانته حتى ربما كان بعض اه أبناء الأبناء ولا من آل هاشم يزيدون في صدورهم حاجة صحيح. لماذا يبجل هذا ولكنه محمد ربما أدرك أنه غير عادي حتى في اسمه فمحمد صلى الله عليه وسلم كان هذا هو طفل ولكنه لم يبتذل حتى أنه لم يسمع لهوا ولم حتى يعني سمع ذات يوم من مزامير أو شيء فأخذ على أذنيه وأخذته سنة حتى لا يسمع حتى لا يسمع البذاء الذي نسمعه اليوم باسم الفن وباسم الثقافة وباسم فنشأ طاهر الحواس كما هو كان طاهر الروح <سؤال> من امه الودود الحنون وهي الام حتى ان شوقي عندما وصف رحمه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له واذا رحمت فانت ام او اب رحمتك كرحمه الام والابي بالاكثر سبحان الله واذا رحمت فانت ام او اب هذان في الدنيا هما الرحماء سبحان اذا كان حاولت هذه الام العفيفه الشريفه اللطيفه أن تعوضه عن والده لم يعرف والده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صحيح <applause> ولهذا يعني نرى فيما بعد كيف يعتني باليتيم ويجعل كافل اليتيم إلى جانبه صحيح. في الجنة وهي الحكمة الربانية أيضا في يتمه نعم نعم فهو يتيم ولكنه كأنه أصبح هو أبا للأيتام كله ثم الحاجة اللي نختم بها وهو طفل لم يكن كلا على عائلته على عمه أبي طالب الذي كان يشكو قلة ذات اليد فقد كان يرعى الغنم وقال فيما بعد ما من نبي في حديث نبوي شريف ما من نبي إلا رعى الغنم قيل له وأنت يا رسول الله قال حتى أنا كنت أرعى الغنم لقريش على قراريط فإذا ما كانش هدي ما يقوله الجهل من أنه ريك دوت مانجي هذا عار عن الإنسان ربي خلقنا لنعمل لنتحرك كيفاش قال هذاك في مناكبها وكلوا من رزقه في مناكبها في وكلوا من واليه النشور سبحان الله وهو رد ايضا كما تفضلت على هذه الثقافات الدنيئه التي تتسرب بين في عقول ابنائنا وشبابنا الى درجه انه للاسف الشديد نشعر وكاننا نضيع هذا الشرف العظيم الجهل تماما وانت تتحدث استاذ محمد الهادي الحسني على كرم هذا الانتماء وشرف هذه الامه والله يحزننا صدقا يحزننا صدقا ما ال اليه واقعنا من ممارسات شوقي يقول له يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأخذ الكلمة سيد السعيد يخاطب رسول الله يقول له يعني يا رسول الله أمتك كأصحاب الكهف ومن بعد يقول له العجيب أن لهم نوراني <سؤال> كتاب وسنه فما بالهم في حالك الظلمات سبحان الله على ذكر أحمد شوقي أستاذ الهادي الحسني كنت قلت لي منذ قبل, قبل أن ندخل في الحصة قبل أن ندخل إلى البلاتو كنت قلت أن هناك شعراء جزائريون مدحوا في حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وأعلم أن لديك بعض الأبيات الشعرية سأطمع مرة ثانية كما فعلت في العدد السابق في بعض الأبيات ليعلم لي ويعلم جميعنا بأن الحمد لله كما تفضلت منذ قليل فيه مفكرين جزائريين علماء جزائريون تحدثوا عن السيرة النبوية بإسهاب ولكن للأسف قد لا لم يكن لم يسعفهم الحظ ليعرفوا ولذلك أتمنى أن نضع هذه البصمة في هذا البرنامج الجزائري. أعظم قصيدة مدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تسمى البوردة. هي طيب الإمام البوصيري هذا بعض الناس كثير ينسبونه الى غيره، احنا نقول ربي يقول دعوهم لابائهم، احنا نقول دعوهم لاوطانهم، هذا جزائري وان لم يولد في الجزائري فهو من قبيلة جزائرية أصيلة وأمازيغية سبحان الله اللي هي قبيلة صنهاجة هاو الصنهاجي سبحان الله الصنهاجي هذا هذا ديوان البوصيري فيها القصيدة المعروفة الميمية يعني ما نقراوهاش كلها وما نتشرف نقراوش بعد قليل ده. نتشرف بعد قليل بسماع ابيات منها حتى انتقل الى الاستاذ سعيد معول عندما تحدث الاستاذ محمد الحسني عن مولد الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام وان امه والدته توفت في سن وكان في سن السادسه ثم بعده جده جده توفي جده وهو في سن الثامنه الا نعتقد ان هذه التجربه كانت قاسيه على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام نفسيا واجتماعيا ما هي الحكمه من وراء هذه التجربه التي مست خير الانام عليه الصلاه والسلام. حكم كثيره حكم كثيره في كل لحظه من لحظات حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتامل فيها يعثر ويكتشف هذه الحكم وهذه العبر وهذه العظات. <applause> الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين نسبين شريفين من جهة أبيه ومن جهة ومن جهة أمه هذه الأم الكريمة أمينة بنت وهب التي أخذته وهو لم يتخطى بعد السن الرابعة ليزور قبر أبيه الذي توفي وهو كان جنينا في في بطنها في ناحية المدينة وقد جمع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون أخوال أبيه هم أخواله أيضا ويتوفى أبوه وأمه في أرض واحدة في ناحية المدينة ولعل في ذلك في الأبواء نعم ولعل في ذلك حكمة من الله تعالى ليعود هو إلى المدينة ويتوفى في أرض أخواله كان بإمكانه في يوم الفتح أن يعود إلى موطنه ويقول آه هي أولي مكانا أو هي أولي عرشا وقد فتحت مكة وتغلبت عليكم صحيح ولكن كسرت تلك الأصنام وعاد ليموت في المدينة المنورة حيث يموت أبوه وحيث يموت تموت أمه ونحن الشيء بشيء يذكر أخشى أن أنسى لأن هؤلاء الأبوين الكريمين كثير من الرواة ربما يسيئون إليهم اليوم وقد سمعت عجبا حينما أسمع بعض الناس سواء في المساجد أو في غير المساجد يقولون بأنها في النار وكأنهم مسؤولون عن النار والعياذ بالله ومن سوء والنار والجنة مما استأثر الله به ومن سوء الأدب مع الله ان يتدخل فيها بشر يا الله كيف استند الى مرويه من المرويات لانها اللي اقول هؤلاء الـ هؤلاء الوالدين في النار في حين الولدين. القران هذا لاقول بان هذين الوالدين في النار في حين القران يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم واقول يا محمد واقول ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا فهما والدان كريمان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اذكر هذا لامور لافنده من جهتي لانه يتعارض مع الايات القرانيه والرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بانه على خلق عظيم لا يمكن ان يقول للناس هذا الكلام ابدا صح. ولست ادري من اين اتتنا هذه المرويات ومن الفائده من ترويجها اليوم اذا كل لحظة عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من دروس وفيها من المواعظ وفيها من في, في طفولته في شبابه في كهولته لان الوحي لم ياتيه الا حينما بلغ سن الاربعين وقد خالط قومه في كل هذه المراحل سواء في تجارتهم سواء في الأحداث التي شارك فيها قومه وشارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن في كل هذه المراحل نجد بأن الله تعالى قد عصمه فلم يقع في المزالق التي وقع فيها قومه ولم يقع في المعاصي التي وقع فيها قومه ولم يشارك في المظالم التي وقع فيها قومه ولو كان حضر بعض المظالم مثل حرب الفجار ومثل حرب يعني الحروب التي وقعت بين قريش وغير قريش بين هذه القبائل التي كانت الحروب تقوم لأدفع الأسباب ولم يعرف عنه بأنه غش في تجارة أو في معاملة أو خان أمانة ويكفي أنه عرف بالأمين طوال هذه المرحلة التي لم يكن فيها هو نفسه ينتظر بأن يصبح رسول الله الخاتم لم يكن ينتظر هذا والقرآن ينص على هذا بأنه لم يكن ينتظر أن يكون هو رسول هو رسول الله تعالى في هذا إلى سمحت لي وفي هذه وفي هذه الأحوال وفي هذه المعطيات كان في سن الرابعة والعشرين أعتقد إذا أخطأت تصحح لي من فضلك في الرابعة والعشرين كان يتاجر لخديجة هنا في, عبر في هنا في هذه النقطة إذا سمحت لي خديجة سيدة خديجة مع كل هذه المعطيات لم تكن لم تكن تطمع بالمعطيات هكذا المنطقيه ان تاخذ منه شيء او ان تستمد منه شيء او ان يعطيها شيء غير انها اختارته بالنخوة بهذا الصدق الذي تتحدث عنه إذا سمحت قبل أن تجيب إلى ذلك لست أدري إن كانت الأبيات حاضرة أستاذ الهادي الحسني نذكر بعض الأبيات ونعود إلى سيد أستاذ البصيري هذا أعجوبة يعني ربي أكرمه بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم <applause> يعني فيه قصيدة تاني مشهورة تاني. القصيدة كيف ترقى رقيك الأنبياء هذه ما طولتها, ما طولتها. سماء. سماء وقصيدة الميمية الهمزية هذه اللي قافيتها بالهمزة كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طوالتها سماء لم يساوك في علاك وقد حال سانا منك دونهم وسناء كلام جميل جدا والعجيب لولا هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النفس الطويل 35 صفحه هذه القصيده هذه في مدح الحبيب عليه الصلاه والسلام للأسلام. قصيده واحده يا الله اما القصيده التي اشتهرت وذاعت وهي نتاع البورده اللي تسمى البورده وقد تطلع كثير من الشعراء الى الاقتباس منها او الى مجاراة البصيري فيها واشهر من عارض البصيري فيها هو امير الشعراء وما ادراك أحمد, احمد شوقي ولكن متادب شوقي بزاف يقول الله يشهد اني لا اعارضه الله انا لا اعارض البصيري من ذا يعارض صوب العار... العارض العارمي يعني شكون يحكم يعني المطر يعني الع... ل... 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 الكبير اللي راه لكن وانما انا بعض الغابطين شو ماشي الحاسدين الغابطين ومن يغبط وليك لا يذمم ولا يلامي ما يلومني حتى واحد اذا انا غيرت منك وأنسج و... وعلى ذكر أ... تعلق الجزائريين برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كثير من يعني ظالمناهم مثلا حتى الان في العصر الحديث عندنا الشيخ محمد الاخضر السائحي رحمه الله وهو استاذنا ونعرفه جميعا عارض او حاول ان يعارض او يشطر تشطير البوردة ف يعني واش معنى تشطير باش اللي ما يفهمش واش الشعر فيه الصدر وفيه العجوز فاذا قال الشاعر الصدر هو يقول العجوز والعجوز نتاع القصيده يولي صدر عند الناظم الحديث وهكذا وقد طبعت هذه القصيده في تشطير البردان للاستاذ محمد الاخضر السائحي إن شاء الله. عندنا دعم. كتاب جميل لعالم من علمائنا من القرن السابع وهذا هو الكتاب الثاني الذي لدي... هذا الكتاب الثاني وهو الذي أخذته ايضا من المعرض للعلامة الفقيه الاديب ابي اسحاق ابراهيم بن ابي بكر بن عبد الله التلمساني وهو في سيرة النبي الذي عاش في المغرب وقد اشتريته في هذه السنه من المعرض وهو حديث يعني وهو حول سيره النبي عليه, عليه الصلاه والسلام أه؟ وهو حول سيره النبي عليه الصلاه والسلام كذلك في 2015 طبعا الأولى في 2015 وهذا باش ننبه يعني ماذا بينا يعني لو كان الاقسام الثقافيه عندنا في السفارات الاجنبيه لو تعطي جزء من اهتمامها للتراث الثقافي الجزائري الموجود عبر كثير من السفارات ومن دور الخزائن في الدول الاخرى للاتيان بهذه لتصوير هذه الوثائق وجلبها وهناك ايضا لأخينا الدكتور زيد الخير الحلة السندوسية لنهج البردة الرضية وهو أيضا ينسج على منوال وكثير من الكتب الحمد لله. الجزائريين في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركت عليه الصلاة والسلام بوركت أستاذ الحسني على هذه الإشارات واللفتات الطيبة ويجدر بنا أن نعرفها لأنها في النهاية تشكل هذا عم. الشرف الذي نريد أن نعود إليه شرف الأمة المحمدية أستاذ الحسني تفضل وهناك, وهناك أيضا الموروث الشعبي وهناك أيضا الموروث الشعبي في ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللغة الأمازيغية مثلا وأنا أسمع كثيرا من شعرائها باللغة الأمازيغية التي يوجد فيها مئات مئات القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في شعر جميل وصور بيانية رائعة يقشعر لها البدن حينما يسمعها وكثير ما يردد تردده يعني تردده يردده الناس في 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 في, في, في صحيح. الاعراس في 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 صحيح. يعني في كل المناسبات سواء كانت دينية سواء كانت عرس سواء كانت افراح سواء كانت اقراح كلها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم في امتنا يحتل صدر لا يغيب ذكره عن 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 من اسماء الجزائريين المتعلقه ولهذا نجدهم جميعا يتعلقون بكل اسم من اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من اخواننا في بعض البلدان في بعض المجتمعات المشرقيه لا يسمون اسم الطاهر ولا يسمون اسم مختار ولا يسمون اسم مصطفى ولا يسمون اسم بالقاسم وغيرها من وغيرها من الاسماء التي سمي بها الرسول او وصف بها في حين الله. لا تجد ابدا عائلة تخلو من هذه الاسماء في مجتمعنا مم. خاصة وفي من مجتمعنا المغاربية نعم خاصة من اسم محمد إلى يومنا نعم. هذا نعم. لازل لازلت الأسر الجزائرية نعم. تصر على اسم محمد وربما يتكرر عدد من المرات داخل الأسرة الواحدة اسمح لي بركسي السعيد <applause> حتى الجزائريون يعني في الأمازيغية هم يحبون اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ولكن يخشون الذي يطلقون عليه اسم محمد أن ينحرف أن فيقولون محمد 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 ولا حمو ولا... وقصدهم في ذلك محمد نعم وقصدهم في ذلك محمد قصدهم محمد صلى الله عليه وسلم اشارات طيبه ولهذا آه. حتى بالنسبه للاحتفال بالمولد النبوي الشريف يعتبر يعتبر شَيْئًا شيء يكاد شعير يعني يكاد ان يرقى الى ان يكون شعيره من شعائر الدين يعني احياء ميلاده واحياء ذكراه والحديث عن سيرته والحديث عن شخصه والحديث عن اثره هذا كله لا يحتاج الى اقامه الدليل والبرهان والبرهان عليه هذا يدل على مكانه الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب امتنا في قلوب مجتمعنا ونرجو من الصيحات التي تظهر اخيرا من وتبدع وهو... كل من يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبدع كل من يدعو الى الاحتفال به او الى التذكير بمناقبه او الحديث عن سيرته ونقول لهم اين البدعه في كل هذا؟ اين البدعه في كل هذا اذا كان هذا الرسول اين اجد الكلمات لاصف الرسول الله عليه وسلم؟ الله من فوق السماوات يصلي عليه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين <تصفيق> امنوا <applause> صلوا عليه وسلموا تسليما <applause> <applause> <مسلمة تصفيق> هذا الاسم الذي قرنه الله تعالى باسمه كلما شهد الناس له بالوحدانيه شهدوا له برساله اين نجد الكلمات لنصور حياته لنتكلم عن المميزات التي كان يتميز بها في شبابه المميزات والخصائص التي كان يمتاز بها في تجارته المميزات التي كان يتميز بها في زواجه في معاملته مع الناس في أمانته في كل مواقفه لأن هذه النفس نفس رسول صلى الله عليه وسلم علم الله علم الله الذي وعلمه المحيط بكل شيء بأنها أكمل نفوس أكمل نفوس اكمل اكمل نفس بشريه على الاطلاق صحيح واكمل البشر عقلا واكرمهم خلقا ولهذا اختاره لهذه المهمه العظيمه واختاره ليكون اخر رسول بين السماء والارض بين صحيح. الله تعالى وخلقه ومع ذلك اذا سمحت لي استاذ معول نحتاج ايضا الى ان ندعو الى عدم تقليص هذه الاحتفالات فقط في تجربه تقصيه نمارسها هنا وهناك بل الدعوه ايضا الى الاستثمار في هذه الذكرى من خلال جعل تصرفاتنا هي كتصرفات الحبيب المصطفى نعم. عليه الصلاه والسلام واعتقد ان الاصل في الاحتفال هو كذلك كما تفضلت استاذ معول لديك إضافة أستاذ هذه الحسنية قبل أن نذهب نسترسل في الآن نشوه نشوه صورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة نتاع الاحتفالات منذ أسبوع كادت باخرة تغرق نتيجة شخص جايب هذه المفرقعات في إحدى في سيارته فالتهبت لأمر ما وكادت الناس تموت والسفينة تغرق وكذا ما هكذا يحتفل بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يشرف هذا ما الاستفاد. لا يشرف كين حديث انت عنا ما نذكروش حنايا يرواه الترمذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا احنا الجيل هذا لا تسود وجهي يوم يا القيامه الله، يا الله كم باعمالكم بافعالكم مدننا متسخه فوضى في اسواقنا في مدارسنا في جامعاتنا في كل المؤسسات تاعنا لا, لا ت... من ينظر عندهم من حق الناس اذا ما جاوش الاسلام صحيح. لانهم يحكمون على الاسلام من خلالنا مش ما لا يقراون سيره محمد صلى الله عليه وسلم الاسلام سفراء محامون سيئون يعني كما ف... يقول فنحن نرتكب جريمه كبرى لاننا نصد الناس باعمالنا عن الاقتداء وعن معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وكم شخصيا كم هو كم هو محزن أن نقابل هذا الدعاء لا تسود لا تسود تسود هذا الحديث والأصل في في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يقتدى به يا الله هو نموذج بشري صحيح, صحيح. ليتمكن الناس من الاقتداء به لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ان اسوه حسنه هو الاسوه الحسنه هو النموذج الاعلى هو النموذج الاعلى الذي ينبغي على كل مؤمن ان يقتدي ان يقتدي به فرسولنا صلى الله عليه وسلم اذا فيما قضاه من حياته قبل البعثه كانت هذه الفتره مكنته من الاطلاع على كل الحقائق وعلى كل الـ 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 الامراض التي كانت يعاني منها المجتمع الذي عاش فيه والامراض التي عاشتها بقيه المجتمعات الاخرى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب في التجاره فتعلم من هذه التجاره ما ينبغي ان يتعلمه حي الاسواق التي كان يراها صحيح. والتي ما دخل فيها ابدا والتي كان ينكرها من بعيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى اسواق الى سوق مجنة ويسمع الشعراء ولكن هذا الشعر الذي كان يقال في الفخر وفي وفي وفي, وفي العدوان وفي الملاحم كان لا يبالي به أحدا ولكن حينما يسمع من ينطقون بالحكمة ومن يدعون إلى الخير ومن يدعون إلى التعقل ومن يدعون إلى, إلى الأخوة ومن يدعون إلى الفضائل البشرية كان يأخذ كان يأخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم في تجربة زواجه صحيح. في تجربة بنائه للأسرة كل ذلك مكن جعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم نماذج نموذج بشري <applause> مهيئ لتحمل هذه الامانه امانه الرساله امانه الدين هذا الدين الذي جاء ليعيده ليعيده الى المكان الذي هيئه الله تعالى اصلا ليحتوي الدين وهو قلبه كل مؤمن. كلام جميل. كل مؤمن كل مؤمن هذا القلب الذي ما جعل الله تعالى لأحد السلطان عليه جعل له الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد هذا الدين لهذا المكان الذي لا يعلمه إلا الله ولا يخترقه أحد إلا الله ولا يعلم ما فيه إلا الله ولا يحاسب أحد عليه إلا الله عز وجل صحيح وانت تنقلنا استاذي الفاضل سعيد معول الى مرحله شباب الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام وهو كان تاجرا والسيده خديجه كانت من الاسياد ومع ذلك اعتقد ان هناك اشاره نوعيه حدثت في هذا التاريخ الاسلامي المجيد هي قضيه ان خديجه التمست فيه ان يكون زوجا لها اذا حاولنا ان نقرا هذا سوسيولوجيا اذا سمحتم اساتذتي الافاضل هل يعقل ان يكون هذا السلوك من قبل هذه السيده وهذا الرجل يعمل عند عندهم هل يعقل ان يكون هذا السلوك اذا شئنا موافقا لنهج البيئة العربية انذاك هذه البيئة التي كان فيها من الصلابة ما فيها ومن الشهامة ما فيها ومن من من انشاد هذا الشرف الكبير العربي ما فيه كيف استطاعت هذه السيدة العظيمة أن تخطو هذه الخطوة التي لا تمشي في الحقيقة مع هذا السياق العربي المتعلق بالأعراف الاجتماعية للبيئة العربية. أستاذ معول والأستاذ الحسني. تفضل أستاذ تفضل. نقول بركليبة هي ميزة الناس في ماذا تتجلى؟ في أن يحطموا المعتاد من من العادات ومن التقاليد. فالعرف أو المعروف <applause> وان الرجل هو الذي لكن يبادر هذه يبادر بالخطبه مرأة <applause> نعم هذه امراه رات وسمعت وعلمت في هذا الشاب ما يرغب فيه فارادت ان تفوز بهذا الشرف اذا اذا كما يقول الشاعر اذا كان الشبان يريدون الحسناء ففن... فالنساء ايضا يريدون الكملة من الرجال هذه امراه لبيبه ذكيه وهي تعرف ان محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عمه أبو طالب, ابو طالب اذا كان المال راه المال ما عنده مسكين مظلوط ما عندوش ولكن القيمة في الراجل السلعة اللي راح نعطي لكم والعبرة اليوم إذا أسقطنا ذلك اللي أشار إليه وزنه بعشر رجال وزنهم بمئة وزنهم بألف بالأمة كامل الآن كل الإنسانية كل الإنسانية لو نحطوها في كفة ومحمد صلى الله عليه وسلم في كفة محمد صلى الله عليه وسلم يفوق هذا الجميع إذا هذه امرأة لبيبة ذكية, ذكية. فطنة رأت أن هذا كنز يجب أن تحوزه وأن تستحوذ عليه بادرت بعثت من صاحبة لها أو خادمة صحيح. أو آمة لتعرض الأمر على هذه الحسنة إذا سمحت لا, لا, لا عيب هذا الذي نراه احنا نرى العيب فيما لا عيب فيه امرأة رأت شابا مؤدبا ذا خلق ذا دين فلماذا لا تنبه إليه أباها أو أخاها أو أمها إن فلانا فيه خصال مرغوب فيها وكذلك الشاب اذا راى من الفتاه ما يعجب الامور التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا لا من هذا على... افهم من هذا استاذ محمد الهادي الحسني استاذ معول انه لا مانع شرعي من سلوك هذا السلوك واذا سمحت لي اسمح لي استسمحك جرأتي ولكن على مستوى الواقع الاجتماعي لو لو تصرفت بعض بناتنا مثل هذا التصرف ستوصم اجتماعيا سيقال عنها انها كذا وانها كذا وانه كذا مع ان مع ان سي يعني سيده خديجه وهي من هي فعلت ذلك مع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو من هو الذي يحدث على مستوى واقعنا الاجتماعي إذا ما أردنا أن نؤصل لفكرة التاريخ وعبرة ونستخلص العبر أنه عكس ما يحدث تماما الرجل حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يعمل عند امرأة وبالتالي أيضا الدرس الذي يجب أن نستصيغه اليوم أيضا هو أنه لا ضرر أن يعمل الرجل عند امرأة على خلاف ما تنص عليه عاداتنا وتقاليدنا التي اصبحت استاذ للاسف تجعلنا نعيش في 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 سجن هذا الشبكه الاجتماعيه كان يعمل عندها بواس بواسطه كان يعمل عندها بواسطه ولكن هذا الحدث كان هيئه القدر لامر اخر لان هذه المراه ستحدثنا السيره بعد ذلك عن المهمه التي قامت بها عند البعثة عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل هي أكبر سنا منه ولكن لو لم تكن كذلك ربما لو لم تكن كذلك ربما لما احتلت نعم لما احتلت تلك المكان التي احتلتها في هذه الشدة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلف بتبليغ الوحي العالمين أو للثقيل القول سنلقي عليك قولا ثقيلا في هذه اللحظات لم يجد الا هذه السيده وهو ومن ثم فان هذه السيده ليست امراه عاديه بالمطلق لا يمكن ان ننظر اليها كذا على انها خطبت هذا الفتاة هكذا عاديه ولكن للقدر كان قد ايها لهذه المهمه وهذه المراه ايضا هي التي قدر الله تعالى ان تستمر سلاله الرسول صلى الله عليه وسلم منها الله. وهي الحكمه وهي ام فاطمه وفاطمه هي ام الحسن وام الحسين وام هؤلاء الاخيار الذين نصلي عليهم نصلي عليهم في كل صلواتنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والذين لا تكتمل صلاتنا الا بالصلاه عليهم والدعاء لهم والذين هم كذلك يجب ان نضيف أن لا لهم مكان في مجتمعنا صحيح في مجتمعنا كل من شموا فيه رائحة النبي عليه الصلاة والسلام سواء بعلمه الشريف الذي يحمله في صدره أو بنسبه الشريف جعلوه فوق رؤوسهم وباقوا له أوفياء حي كان أو أو ميتا هذه هي يجب أن نذكر بها أنفسنا وأن نذكر بها غيرنا لنتصور جيدا مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين في قلوب اتباعه مع الأسف الشديد ضباب الحياة في كثير من الأحيان يغشى هذه المعاني صحيح. أو, 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 أو يبددها في بعض الأحيان بحيث لا تظهر هذه المعاني جليين لكل للي 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 أستاذ معول سأقاطع كيدا فزواجه, فقط في في فزواجه فقط. من خديجة إذن مم. لم يكن زواجا هكذا علاقة عابرة صحيح. ولكن لظروف أخرى هي له القطر البلاد. من أجل أن تكون أن يكون لها دو هذا الدور الهام والخطير في بعث في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسلم وفي 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 تقويته وفي, وفي, وفي صحيح. مساعدته وفي مساندته في كل اللحظات التي مر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه و... في نهايه المطاف ما هو إلى بشر وسناتي الى ذلك لتحدثنا عنه ولكن دعني اقاطعك اذا سمحت لي بعد اذنك يعني سؤال يتبادر الى ذهني في اختيار في في زواجه بالسيده خديجه ما كانت ديانتها انذاك وسؤال تبادر الى ذهني واعتقد انه كذلك بالنسبه للمشاهدين ما كانت ديات ديانتها ربما كما يقال كانت حن... على الحنيفيه يعني ديانه ابراهيم عليه السلام وهذه كانت موجوده ولكن بعض العرب انحرفوا عنها وبقي بعضهم الى نسيت اسمه الذي كان يقول والله ما ذقت طعام خبيثا وهو معاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحضرني اسمه الان فاذا خديجه كانت هي وقله من الرجال والنساء كانوا وكنا على مله ابراهيم عليه السلام وبعض الذين كانوا على مله ابراهيم ايضا غلوا والغلو لا يحبه الاسلام لا تغلو في دينكم سواء بنو اسرائيل او نحن قال لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم فبعض هؤلاء كانوا يسمون انفسهم الحمس اي متحمسون كما نقول اليوم المتطرفون والاسلام لا يحب هذا فاذا فيهم أمنا خديجة رضي الله عنها هذه المرأة النبيلة الشريفة كانت على ولهذا بمجرد أن أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تستيقن من معاشرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس عاديا هذا الأمر بالمطلع. الذي أخبرها به فقلت له والله لا يخزيك الله ابدا انت تخدم في الخير ثم ارادت ان توثق ما عندها من علم من خبرات بالموروث بالمنقول فاخذته الى ابن عمها ورقه بن نوفل الذي عنده علم من الكتب السابقه فقال له ما قال مما يدل على انك استعد لي ولم قال له يا ليتني كنت فيها جدعا لانصرك وأؤيدك اذ يخرجك قومك قال له علاه يخرجوني أنا, انا نقول له مخرجيهم ما كانش واحد جاء قومه بمثل ما جئت به الا أخرجوه وسنوصل عندما نصل إلى هذه صحيح. في الفلسفة تنبه إليها أحد علمائنا لماذا ربي عز وجل في القرآن لم يقل هاجر رسول الله قال أُخرِج سبحان الله بدل من هاجر فيه فيه معنى نبيل وكانت فكرة في دماغي ستأتي بعد حين أستاذ معول تفضل آه فيما يخص سؤالك يعني عن عندي المجتمع ككل مجتمع القريش نتكلموا على قريش فيه بقايا من دين ابراهيم عليه السلام احترامهم مم. للكعبه احترامهم مم. للكعبه الحج. وان كانوا في بعض الاحيان حينما تتعارض هذه مع مصالحهم يلقون بها مثل ما فعلوا في حرب الفجار هذه ولا الفجار آه فيه انهم يحترمون الاشهر <applause> الحرم وان كان حينما تتعارض مع مصالحهم ينشئونها ينقلونها من زمن إلى زمن ولكن هذه المرأة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يذهب إلى غار حراء ليتعبد كان يتعبد على دين إبراهيم هل يعقل أن تكون خديجة التي كانت معه شريكته تجهل هذا صحيح, صحيح. أو ما كانت تعلم بأنه يذهب إلى غار حراء صحيح كان تذهب وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم كان يعلمها بكل شيء ومن الذي يستطيع ان ينكر بان خديجه لم تكن تفعل نفس الشيء وعلاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقه بها حتى بعد وفاتها يدل على اشياء كثيره من هذا صحيح لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسيها ابدا حتى في ذات يوم بعد ذلك بكثير أمنا عائشة رضي الله تعالى ستغار منها ما لك تذكرها يعني دائما وأتصور بأن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة دائما بهذا لماذا لدورها في هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم حقيقة هذه المرأة وهذه المراه كانت تعرف حقيقه هذا 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 الزوج فانا لا استبعد باش نرضى على صحيح السؤال صحيح مشكور فانا لا استبعد ان تكون امنا خديجه على هذا الدين وإن لم تكن على دين فقد دخلت في الإسلام والإسلام يجب ما, ما, ما قبله له. يجب ما قبله صحيح وفي هذه القصة لزواج الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وارتباطه بالسيدة خديجة أعتقد أنه أيضا تأصيل لمكانة ودور المرأة في في الدعوة المحمدية والرسالة المحمدية على اعتبار أن هذا التمكين الإلهي أيضا أو هذا الارتباط هو في النهاية جزء من التمكين الإلهي أو التهيئة للرسالة المحمدية اليوم إذا ما قرنا ذلك ايضا على مستوى ما يحدث في واقعنا الاجتماعي اين بناتنا من هذا من هذا من هذا الهم من من حمل هم هم حم من حمل هم الامه هذا الحمل الثقيل اسمح لي تفضل هذه الجمله اخشى ان انساها او ينتهي تفضل سينتهي بعد دقائق حرجة. من هذه التجزئيات زيد في المعرفة المراه والرجل ولا اخيرا الدور هذا والدور هذا اطلاقا ولكن فقط من اجل الرد على هؤلاء أنا الذين يزعمون أنا يزعمون أنا بان, بأن إلى الاسلام الموضوع ليس ان الله ان الله, الله خلق هذا الانسان انسانا على كل لم يخلقه رجلا ولم يخلقه امراه الاعراف هي التي تسمي صحيح. هذا رجلا وتسمي هذا امراة, هي إمرأة. من ذلك. ولكن الله تعالى خلق هذا الرجل وقد صح هذا المفهوم من القران الكريم امراه عمران حينما ظهرت لله ما في بطنها ليخدم المسجد. المسجد 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 الاقصى ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا فهمتي؟ صحيح ولكن حينما ولد قالت ربي اني وضعتها انثى والجمله الاعتراضيه والله اعلم بما وضعت يا الله والله وربي فقط ليعلم حقيقة هذه البنت التي ولدت والتي سيظهر منها هذا الخير الكثير والتي ستكون صحيح. أم لعيسى عليه السلام وهو من أولي العزم صح. من الرسل وهو من أولي العزم من الرسل وتلده بطريقة عجيب. ل... عجيبة يعني معجزة أن تلد أن لدا... تكون أم لعيسى وليست ذكروا كالأنثى هي قالت هذا <applause> الله تعالى قال وليس والله اعلم بما وضعت وهي قالت وليس, وليس ذكرك الانثى لان في خلدها كان هذا العمل الذي نظرت ما في بطنها له لا يقوم به الا الرجال لا يقوم به الا رجال فخديجة رضي الله تعالى عنها والرسول <applause> صلى الله عليه وسلم كانوا نفس واحده والدليل على ذلك المواقف التي تتخذه معه وهذا وال... الذي وال... والتقدير الذي كانت ت... 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 تقدر به هذا الرسول عليه والمواقف الشجاعة التي وقفت معه والمعنويات التي كانت ترفعها وكان تدفعه لي, وهذا لي, لي ليستمر في هذه هذا الذي قصدته هو ان نرقى في سلوكاتنا الى هذا المفهوم الرباني نعم نعم الذي هو مفهوم السكن الذي يعزز الى فعل الشراكه واحدة بين الرجل والمراه نفس واحدة نفس واحده لماذا من انفسكم نعم سبحان الله اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحد واحده من نفس واحده نحن ثقافتنا وتقاليد واعداد واعرافه التي تفرق تقول هذا دور صحيح. المراه ودور الرجل دخلنا في هذا في هذا النقاش عليهن ولهن مثل الذي هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى الى الله عز وجل قالوا يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا سبحان الله انا نعذر جماعه ابي جهل وابي لهب واميه بن خالف والوليد بن المغيره ربما نعذرهم لانه شابوا على الكفر والشرك وكذا ما نحن الامه الان بعد عشر قرنا لا زال الحديث الانسان يقول لا يذكر زوجته اسم زوجته يقول فلانه يا مخلوقه يا كذا احنا اغيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرف كل نسائه بناته أسماءهن اسماء بنات الصحابه رجال نساء الصحابه صحيح, صحيح. هذا جاهليه كاين الجاهليه كما اشرنا من قبل ليست مرحله تاريخيه لكن حاله اجتماعيه لا زلنا نعيشها نعيشها عندك. الان نعيشها الان بابتعادنا عن القيم الاسلاميه اول امراه على النساء في العالم كل وليس في المسلمين فقط أن يفتخرنا بأن أول مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصف. هي امرأة وكفانا هذا الشرف أكثر هذا الشرف. من هذا جاءني من جاءني ليقول لي إن بعض اللي اللي ما نعرفش كيفاش نسميهم قالوا لأن مسجدا وضعت هندسته امرأة. أستاذة مهندسة ما شاء الله. فقال قائل من الجهلة باسم العلم خاطر كاين شيخ توفيق المدني عنده هذا المصطلح يقول العلم الجاهل سبحان الله صحيح فقالوا <تصفيق> لا تجوز فيه الصلاة لأن أم. المهندسة امرأة أم. ما يعرفوا أن أول مؤمن في المرأة أول شهيد مرأة واش أي إيه؟ هذا الجهل هذا الحمد لله وك. نص الأمة هذو يريدون أن يقضوا على نصف الأمة إذا الأمة الآن مثلا راهي مليار و500 مليون 750 مليون يريدون القضاء عليها سبحان ولهذا الله. الإمام بن باديس عندما طلب منه أن يلقي محاضرة عن المرأة قال أنا جيت نلقي ثم وقف أمام خيالي رجل بالشلغوم والقنور والبرنص. قال لي قبل ما تصل لك هذيك المراه تسقمها سقموني انا يا انا آه. معوج مانيش مسقم وهي في النهايه ازمه يقول ديت ديت المراه حاشاك للطبيب كيفاش هذا خلق الله يا الله, الله. لماذا حشك وهي كرمت دليل على ذلك اب... وهو هذه المكانه هي ابنوها وزوجها وابوها صحيح يعني ازمه افكار ازمه افكار واعتقد اذا سمحت لي استاذ محمد الهادي الحسن استاذ معول ازمه التدين هذا الذي نحتاجه هذا ان نستذكر هذا ديال سي مالك بن نبي مشكله الافكار في العالم مشكلة الاسلامي الأفكار. الحديث شيق واثرنا اعتقد انها فكره طيبه ان تثار للنقاش للاسف هذا منبع محمد <applause> صلى الله عليه وسلم من جم لا ينفد ابدا يعني تهضر <applause> فيه <تصفيق> ما تهضر وسنسترسل فيه ان شاء الله في الحصص في الاعداد القادمه اردت ان تضيف شيء اذا كان في دقيقه فقط سامنحها بعد اذن المخرجه والمشرفه دقيقه فقط وننهي بها البرنامج باش نكملوا بالمراحل هذه طيب. طيب. فحياه النبي عليه الصلاه والسلام سواء في طفولته في شبابه في كهولته وهي كلها تواصل حتى إلى سبحان آخر الله. يوم من أيام حياته فهي كلها عبر وكلها عظات علينا فقط أن ندركها ككل متكامل لا يمكن أن نجزئه إلى هذه التجزئيات فنختلف في هذه الفرعيات ما هي الليله الفضلى وما هي الليله الادنى ما هو اللباس ما هو هي المراه ما هي ماشي مراه ما هي كذا كل حياته كل واحد وهو ان يدعو الى الحقيقه التي خلق الله تعالى هذا الانسان رائع رائع هذا الكلام تحتاج الى كلمه وصل لهذه فقط حتى فقط المثل كلمة حتى لا اتركها في قلبك تفضل المثل تفضل. العربي اللي يقول وافق شن طبقه ينطبق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مشاهدينا الكرام انتهت انتهى عدد اليوم من برنامجكم التاريخ عبر عبر الخامسه قناه القران الكريم لم يبقى لي الا ان اشكر الاساتذه الافاضل الاستاذ محمد الهادي الحسني شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به هذه الامسيه عليه الصلاه والسلام الاستاذ سعيد معول شكرا جزيلا ايضا على كل هذه الاضاءات التي نورتنا بها هذه الامسيه مشاهدينا الكرام شكرا لكم على صبركم معنا وشكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته